نقول الله مرحبا بالشيخ ابو الغلاء. الله يغليك. هذا كتاب 100 كلمة، 100 كلمة بعد الصلاة. هنا 100 كلمة بس، نبي كل بعد صلاة واحد يطلع ويأخذ من الكتاب، فيها من الحديث، فيها من المواعظ، وفيها من قصائد دينية، وفيها كلمات عن العشر الفضيلة، وفيها عن يوم الجمعة. هذا إشراف أخونا الغالي، مديرنا الغالي زياد الشهري، وفريق السوشيال ميديا حق الواقع. يقولون إهداء أحبائنا المتسابقين، إن خير الأعمال نشر الخير والحث على المعروف والتذكير بالطاعات. لا تستهن بكلمتك بعد كل صلاة، قد تترك أثر في حياة أحدهم وعادة لا تنقطع إلى مماته. إن أعظم سبل التغيير تبدأ من اللسان والكلمة الطيبة. لذا يتقدم فريق السوشيال ميديا تحت إشراف زياد الشهري بمعاونتكم على تقديم محتوى يساعدكم في ترك أثر لا ينقطع أبدا. نترك هذه الأوراق بين أيديكم، آملين منكم الاعتناء بها جيدا لما تحتويه من أحاديث وآيات لفظ جلاله واحترامها عادة كل مسلم. نثق بكم ونتطلع معكم وبكم للأفضل، ووافر الأمنيات والتحايا. هي مثل يعني يقولك كل يوم يا الربع في مكان تضحك فيه، في مكان ما تضحك فيه. أنتم رجاجيل. في طيب، خلنا نكمل. في رقم واحد، موضوع تكلم عنه، أنت تستنبط من الكلام هذا أحداث صارت لك أو شيء، مثل النصيب اللي ما تحارب عشانها ما راح يجيك. عن علي بن طالب رضي الله عنه قال: الرزق نوعان، رزق تطلبه ورزق يطلبك، فأما الذي يطلبك فسوف يأتيك ولو على ضعفك، وأما الذي تطلبه فلن يأتيك إلا بسعيك، وهو أيضا من رزقك. فالأول فضل من الله، والثاني عدل من الله. يا سلام. مثل كذا يعني تقول رزق جاك أنت سعيت له، ورزق ربي اللي جابه لك. مثل كذا حنا هذا كتاب منهم، وأتمنى بعد كل صلاة يطلع منكم واحد. بيض الله وجهك يا ثامر. الله يحييكم يا شباب جميعا. أنا أقول دعونا مجتمعين، خلونا هنا ما يحتاج.